أن الآن ولله الحمد في صحن الطواف لأداء العمرة عن المرحومة الشيخ أحمد وجفاك الأرض عن جنبيها. اللهم املأ قبرها بالرضا والنور والفسحة والسرور. اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك، فقها فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لها وارحمها. اللهم إنها عبدتك وابنة عبدك، خرجت من الدنيا ومحبوبها وأحبائها فيها إلى ظلمة القبر وما هي لاقيتها. اللهم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها. اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها. اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم، ارحمها رحمة تطمئن بها نفسها وتقر بها عينها. اللهم قلها من مواطن الدود ومن ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم احنها تحت الأرض واسترها يوم العرض، ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط أقدامها وأسكنها في أعلى الجنان بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنها من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسها آمنة مطمئنة، ولقنها حجتها.